أهلا بكم مرة أخرى إلى هذه الكوكبة من أفلام مشروعات التخرج في قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام في جامعة القاهرة، التي نعرضها على حضراتكم. في الأسبوع الماضي عرضنا فيلمين، الأسبوع ده في الحلقة دي عرضنا من شوية فيلم اسمه بني آدم. في الجزء ده هنعرض على حضراتكم فيلم تاني رائع وجميل وماشي قوي مع جو رمضان، واعتقد انه المفروض ان واحد زي الدكتور زاهي حواس يجي كده لكلية الاعلام ويعمل لها شهادة تقدير ويقول لها شكرا على الفيلم اللي اتعمل ده. اسمحوا لي اولا ان ارحب بالاستاذ الدكتور عدلي رضا، رئيس قسم الاذاعة والتلفزيون في كلية الاعلام، القسم اللي طلع لنا كل المشروعات دي، وهو استاذي في الكلية، وأنا بعتز بصداقته وأستاذيته لي أيام كنت لسه طالب في كلية الإعلام. وأرحب معاه ب مش هقول بقى الطالبة، أقول الزميلة جهاد سليمان، بطلة الفيلم، لأنه هي شخصيتها طاغية على الفيلم من أوله لآخره. هي هتلاقوها بتمشي في كل شارع وفي كل حارة في مصر القديمة، وبتعلق بطريقة مميزة. مش عايز أقول رأيي الشخصي فيها، لأنه معانا من هو أقدر أنه ينتقد الفيلم سواء سلبا أو إيجابا، وهو المخرجة السينمائية المتميزة ساندرا نشأت بصال. وهنكون كل أنا ده من عارف شلح، هي كل ده من محمد شلح، صح؟ اسمه إيه؟ شلح محمد السيد. طبعا مش هنقدر نقول حكمنا، عايزين نشرك حضراتكم كمان في رقم واحد الاستمتاع بالفيلم، رقم اتنين تساعدونا برضو نشوف اذا كان في ممكن نصايح نوجهها لجهاد في وجود الاستاذ الدكتور عدلي رضا والزميلة المخرجة السينمائية ساندرا نشأت. لكن خلونا الاول نشوف الفيلم مع بعض وبعدين نتكلم. متقلقوش، جت سليمة. دي حاجة تقريبا بتحصل كل يوم، زحمة، كلاكسات، ناس رايحين وجايين، كله ماشي في سكته، رايح شغله أو بيته أو رايح جامعته. أنا جهاد سليمان، وأظن مش محتاجة أقول لكم إني ساكنة في القاهرة. كل يوم في الوقت ده بتبدأ رحلة كفاحي اليومية. لو متعود تركب عربيتك وانت رايح شغلك او جامعتك هتبقى شريكي في الرحله دي. اما بقى لو بتركب مواصلات فحظك مش هيبقى احسن مني كتير. المشكله مش في الزحمه، لكن السؤال الاهم، ازاي هنقدر نعيش محتفظين بادميتنا؟ الزحمة، الدوشة، العشوائية، التلوث، التوتر، كلها حاجات ممكن فعلا تقضي على البني آدم. وده تقريبا اللي بيتكرر معايا كل يوم. لحد ما في يوم حصل حاجة مختلفة تماما. مش عارفة ايه اللي خلاني في اليوم ده اخد طريق ما مشيتش فيه قبل كده، لكن اللي شفته يومها خلاني اصدق ان الصدفة ممكن تكون نقطة تحول في حياة اي بني ادم.
لما وقفت قدام سور القاهرة القديمة حسيت إني دخلت جوا فيلم بيحكي عن مملكة اختفت من آلاف السنين. ساعتها قررت إني أدخل بنفسي واكتشف المملكة. ياما في أماكن وراها حكايات بنعدي عليها كل يوم من غير ما نعرف عنها أي حاجة، زي المكان ده كده، مملكة موجودة في وسط القاهرة متحوطة بسور كأنه بيحضنها، ومحدش يقدر يدخل المملكة دي إلا من بوابتها. بحاول أتخيل الناس هنا كانت عايشة إزاي، بيصحوا إمتى، بيروحوا فين، عايشين إزاي. عرفت يومها إن الحياة في المملكة كانت منظمة جداً، زي الساعة كده، أو لأ زي فريق الموسيقى اللي بيعزف مقطوعة موسيقية جميلة، كل واحد عارف بيعمل إيه وإمتى. مثلاً بوابات المملكة كانت كلها بتتقفل مع غروب الشمس، وكان ممنوع أي حد يدخل أو يخرج بعد الوقت ده. ده اللي كان بيخلي الفلاحين لو اتأخروا في جمع المحصول يضطروا يستنوا تاني يوم لما البوابات تفتح، إلا تجار الكوسة، لأن الكوسة كانت بتبوظ بسرعة، فكان من حقهم يدخلوا في أي وقت. ومن ساعتها والمصريين بيقولوا على أي حاجة بتعدي من تحت لتحت كوسة. الشارع الضيق محرمش أهل المكان من الراحة والاتساع اللي كانوا بيلاقوها في أماكن تانية جوه المملكة، زي جامع الحاكم بأمر الله، كأنه قصر أبيض جوه المملكة. اللي بيدخله بينتقل لمكان مش موجود على الأرض، وعرفت إن مأذنته كانوا بيقفلوها ويملوها بالبخور كل يوم لحد يوم الجمعة، تتفتح وتخرج منها ريحة البخور اللي بتملى جو المملكة طول الأسبوع. ايه الروقان ده؟ المسجد كان دايما بيبقى هو مركز المدينة، وده اللي خلاهم يعملوا المبنى عالية تقدر تشوفها من اي مكان، كأنها سبابة مرفوعة للسماء بتعلن التوحيد. وانا ماشية في شارع المعز لفتت انتباهي حاجة، بعد كل كام خطوة كنت بلاقي سبيل معمول للناس علشان يشربوا منه مية باردة. لما تأملت في شكل السبيل وزخرفته قلت إيه اللي يخليهم يعملوه بالروعة دي وهو في الآخر مجرد كولدير؟ ولو السبيل بالشكل ده، طب بيوت أهل المملكة هيكون شكلها إيه؟ فقررت أجرب أعيش جوا بيت من بيوت أهل المملكة، فدخلت بيت السحيم. بتخيل نفسي عايشة في المكان ده، هنا مثلا بشرب القهوة الصبح، وهنا بقرا مجلة، وهنا بسمع مزيكا. كل مكان في البيت كأنه لوحة مرسومة بإيد فنان، مفيش حاجة معمولة علشان تأدي الغرض وبس. أهي المشربية دي أكيد مش زي شباك بيتنا، والطرقة دي مش مجرد ممر. المكان كله ما كانش بس معمول علشان تنام وتصحى فيه. مش بس البيوت هي اللي شفت فيها ده، كمان لقيته في آخر مكان توقعت لقيه بالروعة دي، السوق. سوق المملكة كان مركز تجاري كبير اسمه كالب بزرع، لما دخلت كالب بزرع بقيت محتارة، هو ده سوق ولا متحف؟ ساعتها فكرت إن لو السوق دلوقتي بالجمال ده لا يمكن أخرج منه لحد ما خلص آخر مليم معايا. لكن اللي عرفته إن التجار كانوا بيبيعوا بأرخص الأسعار،
ولما تاجر فيهم يغش الناس كانوا بيركبوه جمل ويحطوا في ايده جرس ويمشي ينادي في شوارع المدينة انا غشاش وديني باخد جزاي. ما ظنش ان اللي عمل المكان ده بالشكل ده كان غرضه التباهي او المنظر، اكيد كان جواه حاجة مؤمن بيها بتظهر تلقائيا في كل حاجة في حياته، شكل بيته، تفكيره، نفسيته، وحتى في تعاملاته مع الناس. سألت نفسي يا ترى المكان هو اللي بيأثر على الإنسان؟ ولا روح الإنسان هي اللي بتتنقل للمكان حواليه؟ دي أفكار سرحت فيها لحد لما وصلت قدام مدرسة محمد بن قلاوون. مأذنة المدرسة مميزة جدا، برج كبير ضخم كأنها طايلة سما المعز. ما شفتش تقريبا حاجة أضخم من المأذنة دي إلا المسجد اللي بناه ابنه السلطان حسن، زي ما يكون الابن داخل في منافسة مع أبوه. والمسجد ده قصته غريبة جدا، موجود لوحده برسول المملكة، بناه السلطان حسن علشان يدفن فيه آخر حياته، لكن للأسف نهاية الحكاية ما كانتش زي ما كان بيحلم بيها. مات السلطان وحيد بعيد عن أهله، بالظبط زي المسجد اللي بناه بعيد عن أهل المملكة. مدخل المسجد كأنه بيحكي لك حقيقة الحياة، رحلة بتنقلك من ضيق الدنيا لساعة الآخرة. لما قرر السلطان حسن إنه يبني المسجد اللي هيخلد اسمه، سأل أعوانه عن أعلى سقف في العالم، ولما عرف إنه إيوان كسرى قرر السلطان إنه يخلي سقف مسجده أعلى منه.